امبارح زميلتنا شريهان حسن كانت صورت تقرير مبهج جدا مع ست بقالها 50 سنة بتحب تغني طول الوقت في البيت في الأرض وهي بتزرع أو مع جيرانها أو في الأفراح، بتحب الغنى جدا لدرجة إن هم سموها في الشرقية بلبلة الشرقية. الحاجة نبيلة لما عرضنا التقرير ده، وإحنا طبعا مش جهة تقييم فني أو تقييم لصوتها، ولكن هي ست فعلا مبهجة. لقينا الشيخ محمود التهامي شاف التقرير وتفاعل جدا معاه وحابب ان هو يتواصل مع الحاجة نبيلة. معانا دلوقتي الشيخ محمود التهامي. مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك؟ اهلا بيك، ازيك انت؟ كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. اولا ايه اللي لفت نظرك في الحاجة نبيلة؟ البساطة طبعا. البساطة والروح. البساطة والروح. طب وصوتها طبعاً. وطريقة غناها؟ لا، هي طبعا مش يعني هي مش أكاديمية، يعني هي بتغني بتلقائية. التلقائية والبساطة. أنا حتى كنت كتبت في تعليقي على الفيديو الخاص بها إن أحيانا تكون البساطة أقرب إلى الوصول للقلوب من الموهبة ومن الدراسة. وده اللي فعلا حسيناه في صوتها. هي بسم الله ما شاء الله عندها قبول. القبول ده شيء مهم جدا لأي إنسان، وشيء مهم جدا للموهبة. في ناس موهوبة جدا ودارسة ولكن ما عندهاش قبول. هي بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيها ويتقبل منها. لا، عندها قبول عالي. طيب شيخ محمود، انت بتقول انك ممكن تخليها تغني معاك او تعلمها، ده صحيح؟ طبعا اتشرف بيها، وده صحيح وعلى وعد ان شاء الله. يعني هتاخدها وتتبناها وتخليها تحقق حلمها اللي كان نفسها فيه انها تتعلم وتقدر تغني؟ والله الناجي ياخد بيد اخوه يا عالم، يمكن هي اللي تاخدنا. طيب عموما احنا بنشكرك جدا جدا على اللفتة الجميلة دي منك، وطبعا اكيد الحاجة نبيلة لو بتتفرج علينا اكيد هتكون مبسوطة جدا باستجابتك ليها ان انت تاخدها وتغني، وشكرا على كلامك عليها. بنشكرك جدا الشيخ محمود التهامي، شكرا جزيلا ليك. طيب نشوف كده مقطع من تقرير شريهان حسن عن الحاجة نبيلة. جميل يا محمد ولا في الجمال محلاك، ضيعت قلبي وفكري اللي انشغل في هواك. انا لو معايا مال يا محمد اروح لك انا هناك، واقف على البيبان وانظر الى الشباك، الا فقير